بدأت من 3 سنين ونص، من أكتر من 3 سنين ونص. أنا بعمل متطوعة في خدمة المجتمع، ومن خلال احتكاكي بالناس لقيت إن في ناس كتير جدا بتنتج في مصر وعندهم أصحاب مشروعات صغيرة، بس مشكلتهم التسويق وما عندهمش الأماكن اللي هم يقدروا يسوقوا منتجاتهم. دايما إحنا المعارض اللي موجودة في مصر يعني معارض بتعتمد أكتر على الفئة القادرة أكتر من الناس البسيطة قوي اللي هم أصحاب المشروعات المتناهية الصغر. فبدأت الفكرة تجيلي إن إحنا إن أنا أبدأ أخاطب جهات في الدولة وأبدأ أخد أماكن مخصصة إن إحنا نسوق لأصحاب مشروعات صغيرة المتناهية الصغر. فبدأت أتارجت مراكز الشباب، لأن إحنا عندنا في مصر 4300 مركز شباب. فكرت قلت إحنا لو حددنا يوم معلوم عند الناس، ولو حددنا أماكن معلومة عند الشعب المصري، بحيث نسهل الوصول للمعلومة. إحنا في مشكلتنا في مصر ما عندناش أي معلومة، يعني أنا والأستاذة وفاء وكل الناس محتاجة أو حابة إنها تساعد، بس مشكلتهم إن هم ما عندهمش معلومة يوصلوا للناس دي فين. فحبيت أقصر الطريق وأخلي المكان معلوم واليوم معلوم. فعملنا يوم 10 من كل شهر بقى يوم معلوم عند الناس إنها تنزل وتشتري وتشجع من أصحاب مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. النهاردة المعرض بالنسبة لنا المعرض الـ 44، عملنا 44 معرض مدعم لغير القادرين أو لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. والحمد لله الفكرة بدأت تنجح. الأول كان في صعوبات كتير، بدأت الفكرة تنجح والنهاردة إحنا أصبحنا تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. وبدأ الموضوع إن أنا عشان أحسن الجودة والأذواق بتاعت المشروعات الصغيرة. مشكلة المشروعات الصغيرة برضو إن أذواقهم بسيطة قوي، فحبينا إن إحنا نطور منهم بحيث إنهم بيقدروا يواكبوا سوق العمل. فبدأنا نعمل فكرة جديدة اسمها تدريب مصر. بدأت من هنا مبادرة تدريب مصر، دي عبارة عن قوافل تدريبية. القوافل التدريبية دي بننزل فيها في المحافظات وبنعلم الناس حرف بسيطة تتكسب منها مصدر رزق، ونبدأ نسوق لهم في المعارض الشهرية، معرض يوم 10 من كل شهر لدعم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. بحب أشكر الأستاذة وفاء طولان، وبحب أشكر قناة المحور إن هم بجد اهتموا وبدأوا يتابعوا معانا. إحنا في برامج كتير بتيجي تصور بس مفيش المتابعة. من الصعوبات اللي بتواجهنا هي الدعاية، لأن نفسي والأمل اللي أنا يعني أو الهدف بتاعي إن اليوم 10 ده يبقى يوم عيد قومي، كل الناس تنزل وتشجع وتشتري من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر اللي إحنا عايزين نساعدهم بس مش عارفين نوصل لهم. فأنا بشكرها على المتابعة وبشكرها على التعاون والدعاية. الدعاية دي بتفرق جدا مع أصحاب المشروعات دول، لأن هم فعلا محتاج نتعامل فوكس على منتجاتهم ونبدأ نسوق لهم ونبدأ نقومهم. بيجي يقدم معانا يوم 10 من كل شهر، بشوف المنتج بتاعه تبقى صناعة مصرية وشغل هاند ميد، شغل مصنع ولا شغل ورشة، وبينزل معايا الشهر اللي بعد. بعمل منتجات الهاند ميد، النحاس واحجار طبيعيه، وشغل خواتم، كوليهات، اساور. كنت بادئ بشغل بسيط مره في اتنين في تلاته، جاب لي زباين اكتر. بدات ان انا فتحت ورشه، عندي ورشه دلوقتي في الحسين القاهره، ومن هنا دلوقتي الحمد لله الشغل احسن بكتير. هنا دلوقتي بيعرفونا على زباين اكتر في المعرض، دخلونا زباين جديده الحمد لله، يعني تمام. السين بدات بكده، احنا دايما نبداش، احنا الحمد لله بنبدا عاملين منتج ضارب المنتج المستورد، عاملين منتج بجوده عاليه جدا الحمد لله. شغلنا ان شاء الله نصدره بره مصر قريب جدا ان شاء الله. احلام كتير والله، سواء عن اول حلم بحلم بيه ان انا شغلي الناس كلها تعرفه، يبقى ليا اسم كبير. نفسي ان احنا نصدر شغلنا كل حته في العالم. اي حد عنده موهبه ما يستسلمش. انا اول ما اشتغلت انا كنت بصنع ذهب، ولما الدنيا وقفت في الذهب انا عملت شغل نحاس طلعت بعته على البحر. الناس ما تستسلمش لاي وضع هو فيه، اهم حاجه اشتغل. طول ما في شغل طول ما في تقدم. ده بقى لي حوالي سنة ونص تقريبا، واستهوتني موضوع الاكسسوارات يعني، فعشان كده ابتديت اعملها هي والحاجات الهاند ميد بقى
الكروشيهات والخداديات والحاجات دي. لحد ما طبعا لاننا بيتيح الفرصه ان احنا نعرض منتجاتنا قدام عدد اكبر من الناس، يعني سواء من رواد المعرض او من رواد المركز او من الضيوف اللي بيجوا لما بيعرفوا ان في اعلان عن المعارض او كده. احنا بنقابل بعض في المعارض، بناخد خبره من بعض وبنستزيد خبره من بعض وكده، فكل واحد بيقدر يتقدم في المهنه اللي هو بيها. انا كنت اول مره اشارك في المعرض، كانت تقريبا من سنه ونص. جيت هنا الاول شفت جمعيه مكفوفين كانوا بيعملوا البامبو اللي هو الخوص، عجبتني الفكره وتعلمت منهم، وبعد كده شاركت بيها بعد كده في معرض صنع في مصر. حصلت لي يعني ظروف وكده، فلقيتها هي المناسبه ليا عامه يعني، فحبيتها وحبيتني، حبيتها وحبيتني بالنسبة للمشروع، والحمد لله يعني اتطور معي. أنا بالنسبة لي أنا زي ما حضرتك شايف كده، أنا يعني يعتبر معاق، حصلت لي ظروف وبقيت معاق، ما عجزتش، بالعكس أنا شجعت إني أتطور من نفسي. عندي المشروع ده بدأ من سنين، كانوا عيالي صغيرين بنات، فانا كنت بشتغل اساس ان انا اربي ولادي وكده واعلمهم. طبعا انا كبرت، هم كبروا، انا سني 64 سنه، فاصبح الخامات بقت غاليه علينا، احنا مش عارفين نشتغل، مش عارفين نبيع. احنا كنا الاول بالخامات بنجيبها باقل ثمن، فبنعرف نشتغل ونعرف نعملها ونصنعها وننزلها ويبقى فيها نسبه ربح لنا كويس. اصبحت النهارده ما فيش انا ممكن احط من جيبي. طب احنا نعيش ازاي؟ والناس اللي بتاكل عيش معانا تعيش ازاي؟ يعني احنا بنعلم الناس مهنه، بدل ما تمد ايدها تشحت من الجامع 20 جنيه او تروح تقف على باب الجمعيات، فاحنا بنشغلها، بنديها الحافز بتاعها ان احنا بنخليها تنتج ونقبضها. بنجيب للدوله ان صاعينا اول حاجه الخامات ترخص، الخامات ترخص عشان احنا نعرف نشتغل ونعرف نخلي ما يبقاش في نسبه بطاله في البلد، والستات اللي قاعده في بدل ما تمد ايدها بنشغلها بكل طرق. عملت منتجات شغل هاند ميد، خرز وجلد طبيعي واكسسوارات. بتشجع شغل بلدنا، وبتشجعنا ذات نفسنا اللي احنا نشتغل وشغل ايدينا وشغل بلدنا. يشتغلوا ويقوموا ويتحركوا، ولازم يشتغلوا ويعملوا حاجه، لان بجد احنا ناس كتيره بتعرف تعمل شغل بس بسبب عدم التسويق هو ده اللي موقفهم، بس لا، في ناس كويسه بتقف جنبنا وبتسوق لنا شغلنا وبتبقى حلو. كبر المشروع ان شاء الله ويبقى ليا مكان خاص بيا. بصمم منتجات جلد طبيعي واكسسوارات كلها هاند ميد 100%، شغل كله هاند ميد، يعني بعمل حاجات بالحرق وفي حاجات بالحفر، وشغل اكسسوارات زي كده زي العقاد اللي هناك، في حاجات متنوعة يعني. والله ناس زمايلي شغالين في اكسسوارات برضو في نفس المجال الهاند ميد، فكلنا يعني بنلم بعض وبننزل. احنا عايزين يعني مسؤولين في الدولة يشوفولنا يفتحولنا اسواق بره، يعني المفروض ان احنا نصدر الشغل ده. الشغل ده قيم جدا، شغل الهاند ميد دوت معروف على مستوى، المفروض الشغل ده يتصدر بره، يفتحوا لنا اسواق التصدير بره. قدموا سجاد يدوي بيبقى عباره عن يعني اشكال والوان، بيقدموا شغل بامبو، دي كده عباره عن حامل للورق والجرايد، في مثلا دي بيبقى زي ثبت ورد، في دي بتبقى زي بيعملوها حامل يتحط عليها الحاجات السخنه والاطباق السخنه، بردك بيعملوا يعني حاجات تانية، ده طبق فاكهه بيعملوا فيه عياشه، وفي حاجات تانية بيعملوها يعني ده كده، دي ممكن يعني هم بعد ما بيخلصوها بيحطوا فيها ورد وبتبقى شكلها حلو يعني العيد. هو ده كله بيبقى شغل يدوي بتاع الاطفال، هم قاعدين في الجمعيه بتقدم لهم خدمات تانية، تنميه مهارات، تعديل سلوك. بالنسبه لتنميه مهارات هم بيشتغلوا في الحاجات دي، بتنمي حواسهم اكتر، وده كله شغل يدوي بتاع الاولاد، ده بيساعدهم بردك على التركيز، غير ان هم بيحسوا ان هم منتجين بيفيدوا البلد،
في نفس الوقت برضك بيبقى يعني زي تركيز لي.